إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة حتى كشف الله به عنا الغمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. أما بعد عباد الله، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد عباد الله، فلا شك أننا جميعا نعرف أننا مقبلون على عيد الأضحى، وأنه يأتي في شهر عظيم من شهور الله عز وجل، وهو شهر ذي الحجة، وهو من الأشهر الحرم، شهر بارك الله عز وجل فيه وجعل فيه ليال عظيمة، منها الليالي العشر أو الأيام العشر الأول التي في ذي الحجة، وهي أيام يغفل عنها الناس كثيرا، ويخطئ كثير من الناس فيفضل أيام العشر الأخيرة من رمضان على الأيام العشر الأولى من ذي الحجة، رغم أن الأيام العشر من ذي الحجة أعظم على الرأي الأرجح من أهل العلم من الليالي العشر، وكلها عظيمة من ليالي رمضان العشر. هذه الأيام قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم حديثا عظيما جدا ينبغي أن نتمعن به ونحفظه ونستحضره طيلة هذه الأيام العشر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. بدأها النبي صلى الله عليه وسلم بالنفي، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. إذن فأي أيام غير هذه الأيام هي أقل درجة من هذه الأيام، لأنه قال هذه الأيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من الأيام الثانية. هذا بداية. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ ما أعظم هذه العبادة، الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا. هذا الرجل، هي الصفة الوحيدة اللي ممكن تكون عمل الصالح لهذا الرجل أفضل من الأيام، من عمل الصالح في الأيام العشر. قال: إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فقط هذا العمل الوحيد الذي ارتقى أجره عن أجر هذه الأيام. والحديث هنا يتحدث عن الأيام بلياليها، أما رمضان فهو أكثر خاصيته في الليل وقيام الليل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحيي ليله في الأيام العشر الأخيرة من رمضان. أما هذه فكل الأعمال في أي وقت فعلتها تكون عظيمة جدا عند الله عز وجل. تعمل في النهار أو تعمل في الليل، أو تصوم، أو تقرأ القرآن، أو تتصدق على الفقراء والمساكين، أو تبر والديك، أو تقول كلمة بالمعروف، أو تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، كل عمل صالح تفعله في هذه الأيام العشر من أعظم الأعمال. بل إن أكثر أو إن كثير من أهل العلم يقول: إن كان الصيام يتعبك في هذه الأيام العشر، إن كان الصيام يتعبك عن القيام بباقي الأعمال الصالحة، فيستحب لك أن لا تصوم إلا قليلا منها، لتأخذ أجر الصيام في بعضها ثم تنشط في باقي العبادات في باقي الأيام. انظروا، يعني قدموا أنك تعمل الأعمال الصالحة على كثرتها على موضوع الصيام، لأنه الهدف أنه أنت يسمعك وقت عمل 9 أيام لازم تدح فيهن عمل، كد ما بتقدر تعبي وقتك فيهن من العمل عبيه.
عبي بالذكر، بالصلوات في جماعة، بحلق العلم، بذكر الله، بالقرآن. اعمل لحالك ذكر، اعمل لحالك يعني رقم يعني توصله في الذكر، في ذكر الله. واذكر الله كثيرا، وكبر الله عز وجل، وعظم الله، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وتصدق، وأحسن إلى الفقراء والمساكين، وعليك بزيارة المريض. اعمل أي عمل صالح يخطر في بالك، المهم أن تعبئ وقتك في هذه الأيام بالعمل الصالح. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ومن المعلوم أن في اليوم العاشر من ذي الحجة هو يوم الأضحى، وفكرة الأضحية جاءت جزاء وهدية من رب العالمين على طاعة قدمها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. ما الحكمة من أن يأمر الله عز وجل نبيا من أن يذبح ولده؟ يعني هناك الكثير من الدروس يجب أن نضعها أمامنا ونتفكر فيها تفكرا عميقا. أولا، نبي من الأنبياء يؤمر بذبح نبي من الأنبياء. تخيل، نبي من الأنبياء يؤمر بذبح نبي من الأنبياء، يؤمر بعبادة صعبة جدا، يؤمر بعبادة موجعة جدا. لم يكن مثلا اقتله بأي طريقة سهلة، الذبح، أن يذبح ولده، أن يذبح فلذة كبده، أن يذبح ما لو استطاع أن يضحي بنفسه لأجل أن يعيش ولده لفعل، يذبحه بإرادته وبكامل حريته وباختياره. الأنبياء عباد الله، ليسوا ملائكة، أقسم بالله العظيم إنهم بشر. الله عز وجل ضرب لنا الأنبياء مثلا لنتعظ بهم ونتأسى بهم ونتشبه بهم، لا أن تجعلهم في مقام، لا يعني تقول إن هؤلاء في منزلي مستحيل أعرف أكلدهم، مستحيل أعرف أتبع هديهم، هذول عالم آخر. لا، هؤلاء بشر، والله إنما تكلفوا به أعظم مما نتكلف به من الشرائع. ما كلفهم الله عز وجل به من الشرائع أعظم بكثير مما نتكلف نحن به من الشرائع. والله إن الله رحمنا في هذا الشرع، في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فنعم، يجدون من الألم، ألم الطاعة، ما تجده أنت من ألم الطاعة، بل أعظم. ويتحملون ويأخذوا، يعني بأخذوا على خاطرهم، يعني بأخذوا على نفسهم، أسف مش على خاطرهم، بأخذوا على نفسهم، بيتحملوا وبصبروا من أجل الله عز وجل. وابتلاهم الله عز وجل بابتلاءات ما لن يبتلي أحد من الخلق بمثلها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس بلاء الأنبياء. يعني يعرف إنه أنت مش راح تبتلى مثل الأنبياء، هاي واحدة منهم. كديش ربنا رحمنا، إحنا مش راح نوصل منزلة الأنبياء، فبالتالي مش راح نبتلى ببلايا مثل بلايا الأنبياء. ومع ذلك هم بشر وصبروا على البلايا التي هي أعظم منك وأعظم من بلايات، صبروا على الأعظم، فأنت أصبر على الأدنى. إذا هم بشر وصبروا على الأعظم، فأنت بشر أيضا وبإمكانك أن تصبر على الأدنى. إبراهيم ابتلي بذبح ولده فسمع وأطاع، والنبي صلى الله عليه وسلم ابتلي بالخروج من بيته فسمع وأطاع وهاجر في سبيل الله، وأيوب ابتلي بمرض شديد جدا فصبر وأطاع، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. أغلب الأنبياء ابتلي، نوح ابتلي ب950 سنة دعوة. كداش اليوم كل واحد منا مستعجل يشوف الثمرة، كداش بده يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو ويشوف الإصلاح في المجتمع خلال يوم وليلة، ممكن سنة ويتعب، بعدها سنتين ويهلك، بعدها شو؟ بيفقد الأمل في المجتمع وبيفقد الأمل في الناس. 950 سنة لم يفقد الأمل نوح، ومستحيل أنك تقعد 950 سنة تدعو الناس، هو عملها وصبر. كثير من الأنبياء ابتلوا ببلايا، عدد بلايا الأنبياء. يونس في ظلمات في بطن الحوت، مستحيل تنبلع بطن الحوت، خلص الحيتان صاروا نبعاد اليوم عنا. لو فرضنا أنك ابتلعت، هل ستصبر مثل ما صبر؟ هل ستكون قريبا من الله مثل ما كان قريبا يونس في ظلمات الحوت؟ عباد الله، الأنبياء بشر، والله عز وجل أمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يتبعهم ويتبع هداهم،
أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. يعني يا محمد هؤلاء الرجال هداهم الله عز وجل فبهداه مقتده، لم يقل فبهم مقتده، لأن العبرة مش بالشخص نفسه، العبرة بهداهم، العبرة بأن تتبع الهدي، العبرة أن تكون صابرا مثلما صبروا، مضحيا مثلما ضحوا، منفقا مثلما أنفقوا، في كل المراحل الحياة وفي كل موقع وضعك الله عز وجل عليه. فابتلى الله عز وجل إبراهيم وصبر وأطاع، وانظروا جواب ابنه، قال إبراهيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، حليم يعني صبور، من الصبر، فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني، شو يعني بلغ معه السعي؟ صار كبير، شافه بيساعد فيه وبيطلع معه وبيجي معه، صار يسعى معه. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. شو مصعبها؟ أولا أنه تقبل الفكرة، ثم أخبرها لولده، ثم خير ولدا صغيرا جدا، يعني دوبه بلغ، دوبه صار يمشي، دوبه صار يساعد أبوه. فقال له يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يا أبتي افعل ما تؤمر. هل تستطيع أن تأمر نفسك بهذا الكلام؟ تخبر نفسك يا نفسي افعلي ما تؤمرين، يا نفسي يا أبت افعل ما تؤمر. الصبر، ثم قال ستجدني، وهذه من العزيمة، ستجدني، ثم قال إن شاء الله من الصابرين. لأن الإنسان أحيانا قد يضعف وهو يعلم أنه إن ضعف فيضعف من نفسه، فلهذا قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فاستثنى. ما هذا الوعي؟ ما هذا الاتباع؟ ما هذا التوحيد؟ ما هذا التسليم لأمر الله عز وجل؟ ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وصبر، فلما أسلما وتله للجبين، هذا التعبير عظيم جدا، أسلما، سلما لأمر الله عز وجل، وحدا الله عز وجل وسلما لأمر الله، وضع الرأي جانبا، ووضع المشاعر جانبا، ووضع العاطفة جانبا، ووضع المنطق جانبا، ووضعوا كلام الناس جانبا، وضعوا كل شيء جانبا، ولم ينظروا إلا إلى الله عز وجل. فلما أسلما، أسلما لله، ووحدا الله عز وجل، وعظما الله في قلوبهما، فجاءت الهدية. فلما أسلما وتله للجبين، ولم يبشر ذا حينها، بل حاول أن يذبحه فامتنعت السكين أن تقطع وريده، يعني باشر الذبح ثم الله عز وجل بشره. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. هذا الامتحان المبين الواضح الذي يوضح معدنك من الداخل، الذي يوضح توحيدك لله عز وجل، الذي يوضح صدقك مع الله عز وجل. أقسم بالله إن الإنسان لا يعرف نفسه أنه صادق مع الله إلا عند الأمر والنهي. إذا أمرك الله عز وجل فأطعت، ونهاك الله عز وجل فأطعت، عندها تكون موحدا. هذا هو الامتحان، إن هذا لهو البلاء العظيم. وفديناه بذبح عظيم، وما أحكام هذا الذبح وهذه الهدية الكريمة، نكمل هذا في الخطبة الثانية. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا ويعيننا على ما نقول ونسمع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ويا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لابد أن الكثير منا الآن يباشر في شراء الأضاحي، فينبغي أن ننبه على بعض الأحكام الخاصة بهذه الأضاحي. أولا، الأضحية هذه شكر لله عز وجل على نعمه، وتأسيا بهدي إبراهيم الذي أمرنا أن نتبع هديه، فتكون هذه شكرا على النعمة، وتضحية بالمال وذبح لقيمة المال من نفوسنا لله عز وجل. ليس الهدف
أن تذبح لتطعم الفقراء. هذا أحد الحكم وأحد الأهداف، أن تذبح لتطعم الفقراء والمساكين وأطعم البائس الفقير. نعم، الهدف أنك أخذت جزءا من مالك فحولته إلى كبش فذبحته. هذه فكرة الأضحية، إنك أخرجت هذا المال من قلبك ثم ضحيت به لوجه الله عز وجل، ولو أكلت كل الذبيحة، وهذا جائز، ولم يمنع ذلك أهل العلم، بل بعض أهل العلم اشترط أن تأكل منها، لأن هذا من باب شكر النعمة وعيد وفرحة وتوسع على الأهل، فينبغي أن تأكل منها. ولهذا شرع هذا النسك لتعويد النفس على أن تضحي، ولهذا أخذت الأضحية من التضحية، لأنك تضحي بمالك وتضحي بما معك من النعم. وأي نعم؟ اللحوم تضحي فيها لله، وسميت الأضحية أضحية أيضا لأنها تذبح عند الضحى، وهذا من باب التسمية، ولكن يعني يجوز أن تذبح في الضحى والظهر عصر، مش مشكلة. فالأضحية إذن هي شكر للنعمة واتعاظ وتربية للنفس وتوسع على الفقراء والمساكين وتوسع على الأهل والأقارب. إذن ما عمر هذه الأضحية؟ طبعا الأضحية تكون من بهيمة الأنعام، يعني من الناقة والبعير زوجها والبقر والعجول، هذه من صفة البقر والعجول، وكذلك الخراف وأزواجهم، يعني الكبش الذكر والأنثى والماعز الذكر والأنثى. فهذه ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن البقر اثنين ومن الإبل اثنين. فهذه ثمانية أزواج يجوز لك أن تضحي بها، أنك تضحي بجاجي لا يجوز، لا يجزي. إذن هذه هي الأصناف التي ينبغي أن تضحي بها. طب فما هي أعمارها؟ إن كانت من الإبل، وأكيد أغلبنا مش راح يضحي في إبل، يعني من الجمال، يجب أن تكون من 5 سنين فما فوق، وعمر البقر أو العجل يجب أن يكون من 2 سنين فما فوق، والعبرة بالعمر، وهذا يجمع كل أهل العلم، العبرة بالعمر مش بالوزن، يعني إذا وصلت 2 سنين أقل من 2 سنين لا يجزي. وكذلك الماعز إذا بلغت 1 سنة، والخراف يعني الغنم إذا بلغ 6 أشهر فما فوق، هذه من حيث العمر. وسمي الغنم أو الخراف بالجدع، يعني صفة الجدع اللي هي لما يبلغ 6 أشهر فما فوق، وصفة الجدع هو أنه يظهر عليه الصوف فيبدأ يميل الصوف، يقال أجدع صوفه أي مال، وهذه من الصفات اللي ممكن تتحقق وممكن لا تتحقق، ولكن غالبيتها عند 6 أشهر يجدع صوفها. وأما المعز والبقر والإبل فحدد العمر عن طريق اسمها التي كانوا يسمونها الثني، أي عندما تظهر ثناياها وأسنانها، كأنه يعني دلالة على أنها بدأت تأكل بشكل جيد، فهذا أيضا من باب أنه تضحي بشيء يأكل بشكل جيد ليكون لحمه طريا وسمينا. ويجب أن تكون الأضحية سليمة من 4 عيوب، مريضا مرضا بينا، أو أعرجا عرجا بينا، أو أعورا عورا بينا، والعمياء من باب أولى. وكذلك إذا كانت هزيلة هزولا يعني نحيفة جدا جدا ليس عليها لحم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما سئل ماذا يتقى من الضحايا، قال 4: العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي وهي المهزولة كما قلنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر فيقول استشرفوا العين والأذن، كان استشرفوا تفقدوا العين والأذن بأن لا تكون مقطوشة الأذن أكثر من النصف، يعني من النصف وما فوق. فأما يعني خطش صغير يعني مقطوشة قطش خفيف من الأذن هذا معفو عنه، واليسير يعني معفو عنه في شريعتنا. وإذا تكسرت جميع أسنانها فينبغي أن لا تشترى، لا تجزئ. وفي رواية نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العرباء، وهي التي انقطع أكثر من نصف قرنها أو أكثر من نصف أذنها. هذا إذا كانت لها قرنين وانقطع أكثر من نصف قرنها هذا منهي عنه، أما إذا لم تكن لها قرنين أساسا فيجزئ، يعني غير محسوب القرن. ويجوز التصدق زي ما قلنا بها كلها أو بعضها، ويسن تقسيمها ل3 أثلاث، وإنت بتحدد قيمة الثلث، يعني اطعم أهلك ووزع على الأقارب، خاصة الأقارب اللي ما ذبحوش، وكذلك ابعث للفقراء والمساكين، فهكذا تكون أصبت السنة. وزي ما قلنا ولو أكلتها كلها يجوز، ولو تصدقت بها كلها يجوز. ومن السنة زي ما قلنا ادخارها أو إهداؤها للأقارب، ويجوز توكيل شخص آخر بأنه يذبح عنك، ولكن إذا هو ذبح عنك هو لا يمسك عن أظافره وشعره، الذي يمسك عن أظافره وشعره صاحب المال الذي نوى التضحية، وهو وليس عائلته، فقط صاحب المال الذي ينوي هو الذي يمسك عن أظافره وشعره وجلده.
ويجوز التضحية خارج البلد لمن لا يملك سعر الأضحية في بلده. طبعا اللي حاب يعني معوش يجيب مثلا الأسعار الموجودة عندنا اليوم فيسن له أنه يضحي خارج جمع لكل مشان يقوم بالسنة. شو حكم الأضحية بشكل عام؟ هل هي واجبة ولا سنة؟ هي سنة مؤكدة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، والذين قالوا بالوجوب قلة قليلة هم الحناف، ولكن الأصح والأرجح إن شاء الله أنها سنة مؤكدة ولكن فيها تشديد، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد سعة من المال ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. كلمة لا يقربن مصلانا يعني مش لأنه حرام، ورد هذا الحديث أي حديث آخر اللي بوكل الثوم والبصل قال لا يقربن مصلانا، فدل على الكراهة، يعني كراهة أن الإنسان يكون معه مصاري فلم يضحي. والسنة أيضا عباد الله أنها تضحى في البلد، يعني في شعيرة من شعائر البلد لعدة أسباب. أولا لتعظيم شعائر الله عز وجل في البلد، ثانيا لشهود الذبح وأجواء الذبح في البيت، ثالثا من أجل أن النفع يجب يكون لأهل البلد، هذا من باب أولى. فهي مثل زكاة المال، زكاة المال تنفق من البلد لأهل البلد ويجوز يعني للأبعد، ولكن الأصح والأصيل أن تنفق هنا. أما زي ما قلنا إذا معكش تدفع كثير وبدك تكون بالسنة وهالسنة موجود إنك بس إذا تطلعها برا فيجوز، الأمر واسع، ولكن نتحدث عن الأفضل والسنة إنك تذبحها ويعني تعظم شعائر الله في بلدك وتشهد أطفالك لكي لا تغيب هذه السنة. بعض البلاد للأسف غابت عنهم هذه السنة، صار الواحد منهم يرجن انه خلص بيوكل هذا بيذبح عنه وبيقطعها وبيظبطها وهيك وخلص بيعيشش اجواء العيد. فيجب ان الواحد يعيش اولاده اجواء العيد احياء للسنه. وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين اقرنين، يعني ملنات يعني وسمينات والهن كرون اخرى، وقيل انه كان لها سواد في 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 فمها واذنها وعينها، فهذا من السنه. ويسن زي ما قلنا يسن ان يمسك المضحي عن شعره وأظفاره وجلده، هذه سنة، يعني واللي يعملها يعني لا يعمل حرام، ولكن هذه من باب الإحرام ومن باب تعويد النفس على التقشف ومن باب إنه مشان لما تيجي يوم العيد وتحلك تحس في فرحة العيد وبهجتها، لأنه الحلقة زي ما اليوم يعني حلكت وشعرت في البهجة. ويبدأ وقت الذبح من بعد صلاة العيد، بعد صلاة العيد أو الخطبة، منها من وقت صلاة العيد من بعدها حتى ثالث أيام التشريق، يعني رابع يوم العيد المغرب معك إنك تذبح، يعني مش شرط انه بعد صلاه العيد دغري تروح تذبح، هذا وقتها وقت واسع انه تقدر تذبح بعد صلاه العيد دغري، تقدر العصر، تقدر الظهر، تقدر ثاني يوم، ثالث يوم، ولكن السنه انه دائما صلي لربك وانحر، يعني بعد الصلاه هذه سنه. لهذا السبب يعني اللي بيبكي عندهم كثير زيارات وكثير امور ضغوطات في اليوم الاول فيسن له انه ياخر الذبح او يبدر فيه، بلزمش يضغطوا للعيله معه، فهذه من باب يعني مشان ما يصيرش مشاكل بين العائلة، لأن الهدف إنك تقوم بالأضحية وتستعملها على حسب الوقت المناسب. طب واللي ذبح قبل صلاة العيد زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل لحم قدمه لأهله، لا تعد أضحية ولم تجزئ عنه. طيب من شروط الذبح، هذا شرط أساسي، أن تسمي الله عز وجل عند الذبح، هذه شرط أساسي، لهذا الله عز وجل قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فواجب على أنه من أراد أن يضحي أن يسمي الله عز وجل، ومن نسي الأفضل أنه لا ينسى، ومن نسي يعني إن شاء الله يعني يستغفر ويتوب، ولكن لا تعد حراما. أما من تعمد ذلك فذبيحته ميتة، حرام، اللي بتعمد ما يسميش ذبيحته ميتة، لا يجوز الأكل منها. ومن السنة الإحسان في الذبح، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، يعني حدها مليح عشان ما تتعبها وريحها، مش تتعنفس معها وتصارع معها، فيجب إنه يعني تعظم، هذا تعظيم من شعائر الله وتعاملها بالحسنى. يعني حتى الإسلام أمرك بأنك تكون رحيم حتى أثناء الذبح، أثناء ذبح ابقى رحيم في الذبح، لأنه هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يظهر السكين أمام أختها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني للرجل أتريد أن تقتلها مرتين، يعني فلا يجوز إنه إنسان يعني يوري السكين أمامها أو يذبح أختها أمامها، فيجب إنه التفريق بينها وحجبهن عن بعض عشان ما يصيرش، لأنه قد تجرح والحيوانات لها مشاعر والشريعة راعت مشاعر الحيوانات، فما بالكم بالإنسان. وهناك شبهة دائما بحب أثير هالمسائل لأنه للأسف يعني صوتهم عالي،
النباتيين اللي بيعتبرونا مجرمين سفاكي الدماء وكذا، وبيقولوا لك ليش ما تاكل لحم جاهز همبرجر بدل ما تاكل بدل ما تذبح انت، على اساس انه الهمبرجر ملوش لحمه مش مذبوحه يعني. فسني انه هذا الذبح يجب انه نعلم ان الله عز وجل اللي خلق هذه البهيمه هو نفسه اللي امر بذبحها، يعني المصدر واحد، الخالق هو الذي اذن لنا ان نذبحها. هل يجوز لك انك تذبح بسي؟ حرام. ليه؟ لانه لم تؤمر بذلك. اما تذبح خروف يجوز، انت وين بتتبع رب العالمين؟ مين بتعبد رب العالمين؟ فالذي خلق هذه البهيمه هو الذي انزل هذه الشريعه، الا له الخلق والامر، هو الذي خلق فهو الذي يامر، وهو صاحب الحكم وصاحب الملك ورب العالمين هو الله عز وجل. فلا يجوز اولا ان نعترض على شريعه شرعها الله عز وجل، والا هذا اعتراض على الشريعه قد يوصل الى الردة عن دين الاسلام. ثانيا، الذبح من أفضل الوسائل وأعظم الطرق وأسهل الطرق وأرحمها بالبهيمة، لأنه إذا أنت قطعت الأوردة أنت قطعت الدم عن المخ، فالمخ بطل يشتغل، الأعصاب جهاز عصب بطل يشتغل، بيظل بس يعطي أوامر عن طريق العمود الفقري أنه في إشي ناقص، ضخ دم أكثر فبضخ الدم أكثر، وهكذا تنتهي البهيمة يعني من, من, من الدم، ولا يشعر بالألم، بيجوز بس الحز الأولاني بيشعر فيها، بعدها لا يشعر بالألم، وهذا يعني معروف علميا. فهي أرحم الطرق للبهيمة، لا تشعر بالألم أثناء ذبحها. ومن الجدير بالذكر إنه الدم المسفوح هذا يعتبر دم نجس، لأن الله عز وجل قال لنا إنه الدم المسفوح هو رجس ونجس، فيجب الإنسان أن يتطهر من الدم المسفوح ولا يصلي بملابس عليها هذا الدم، فهذا الدم المسفوح أثناء الذبح من النجاسة. وآخر وصايا نختم بها إن شاء الله، من المستحسن أن لا يتذمر الإنسان من سعر هذه الأضاحي، لا يتذمر من سعر الأضاحي، لأن أولا هو يقدمها لله، وكل ما زاد السعر وزاد زاد زادت قيمتها وزاد لحمها بيكون أفضل. أنت أصلا تتعامل مع الله مش مع الرجل اللي باعك، فأولا هذه خذها في عين الاعتبار، لا تتذمر من السعر ولا تظهر التذمر أمام الناس، يعني مش تقعد تقول يا بي اليوم الأسعار وغلوا وكذا، لا أنت أصلا عامل لله. تخيل اني انا اجي اعزمك على داري واجيب لك طعام واطعمك فيه، وبعدها وانت قاعد في عندي اقعد اقول يا الله اللحمه قديش غليت اليوم، يا بي الرز قديش بيغلوا علينا، شو بدي بك في نظر هذا الضيف اللي اجى اكل اكلك. كذلك انت لله المثل الاعلى، انت تعامل الله عز وجل، تضحي لله ثم تتذمر من السعر وكذا، فيجب انك يعني ان لم تجد سعه من مالك لا تضحي، اما لا تتذمر. وكذلك ننصح أصحاب اللي بيبيعوا الأضاحي إنه يترفقوا بالناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا أو عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قاضى، سمحا إذا اقتضى، يعني يكون سمح في البيع والشراء. شفت إنه الإنسان حابب يضحي وكذا فخذ وعطي، مش يعني تبقى يعني صارم ولا تخرج عن العرف فتغلي وتغالي في الأسعار. يجب مراعاة العرف السائد في البلد. وكذلك لا يجوز السخرية من الأضاحي وضرب النكت والطرائف عليها، لأنه هذا سخرية من شعائر الله عز وجل. والله عز وجل قال للمنافقين قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. فالاستهزاء بشعيرة من شعائر الدين قد يؤدي إلى الكفر، يجب التنبه من ذلك، يجب التعظيم وضرب النكات وعلى الفيسبوك وهرم من الخروف وكذا، وهذه النكات لا يجوز، هذا لا يجوز، فيجب تعظيم شعائر الله. كذلك قلنا أنه لن ينال الله عز وجل لحومها ولا دماؤها، إنما يناله إيش؟ التقوى، يناله التقوى منكم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المتقين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا خيرا لمن اهتدى. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم يا رب العالمين ردنا إلى دينك مردا جميلا، ورد شبابنا وبناتنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم اهدنا ووفقنا وارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا رب العالمين ارحمنا برحمتك واعف عنا واصلح حالنا، واجعل هذا البلد امنا مطمئنا هو وسائر بلاد المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وانت اخي يا مقيم الصلاه اقم الصلاه.